دائما احنا ننصح المستهلك انه يتعامل مع المكاتب المعتمدة، يعني ما خصوصا في بعض المواقع بالانترنت تكون مجهولة الهوية وصارت عندنا شكاوي وصارت عندنا مشاكل، فيحجز وتروح عليه فلوسه حتى الموقع وهمي، فان كذي يكون هو يعني المستهلك يكون يتضرر، وكحق القانوني ما نقدر حتى حق ان نتواصل معاهم وان نتخذ اجراءاتنا القانونيه، فيفضل ان دائما نتعامل مع المحلات اللي تكون معتمده خصوصا من الطيران المدني، يعني يقدر يطلع على الترخيص يسال عنهم، حتى احنا عندنا الكول سنتر يقدر يتواصل ويانا 135. طبعا احنا الحين نركز على الاطارات لان في ناس تسافر تحب تسافر عن طريق البر، فننصح دائما المستهلك انه يحتفظ بالفاتوره، وحتى من ضمنها ضبطيه تونا ضبطنا بعض محل مخالف يقوم في تجديد الاطارات المستعمله ويبيعها على المستهلك، وانا ما انصح اي مستهلك انه يشتري اطار مستعمل او يقول لك هذا لا باس، انه جدا خطره خصوصا في حراره الصيف. 150 مفتش راح يكون ان شاء الله يدخلون دوره تفتيش في باتفاق مع التطبيقي، ومن ضمنها حطينا مناهج انها تواكب العصر الحديث حاليا، يعني شفتي التطور اللي صاير شلون آلية الغش تطورت، ودائما ننصح ان يشتري من مواقع معتمدة، منافذ بيع تكون معتمدة، لان حفاظا على حقك الاحتفاظ بالفاتورة في حال تقديم شكوى. طبعا احنا عندنا 21 مركز منتشرين في جميع المحافظات الدولة، بس ان ما شاء الله المجمعات الحين قاعد تكبر والمحلات كثيرة وبعضها الشكاوي، فيحتاج تدخل سريع، مثلا المستهلك بدال لا نعني المستهلك مثلا يضطر انه يطلع او يجي ثاني يوم، لا يكون حماية المستهلك قريبين يمه، يكون متواجدين بالمجمع، اي شكوى مع المستهلك احنا نحلها له بنفس اليوم. طبعا البدلات هالسنة هذه سوينا البدلات اللي هي فريق الطوارئ، بدينا في فريق الطوارئ سوينا كمية البدلات هذه، والحمد لله لقيت استحسان من المستهلك، وتم تخصيص يوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحا للساعة 1 في مكتبي هني في مكتب الوكيل المساعد شؤون الرقابة، انه يكون مخصص لاستقبال المواطنين واطلاع على شكاويهم.